من أراد أن يشرح للحاج لا بد أن يضع بين عينيه دائما يقول الحق صاحب الحال كالمبتدئ والحال كالخبير حتى يستطيع أن يشرح. قال ولم ينكر غالبا الحال ولا يجوز للابتداء بالنكرة صاحب الحال كالمبتدئ ولا يكون نكرة وصاحب الحال كذلك لا تستطيع أن تقول جاء حاج راكبا حاجة لا تعرفها جاء غلام ماشيا أنت لا تعرف ذاته وكيف تسأل عن حالك واحد مرة بك لا تعرف وتقول كيف حالك أنت لا تعرفه إذا لا يكون صاحب الحال إلا معرفة ومع ذلك يقع نكرة بالمسوي تماما مثل ذلك ولا يحتوى لزم الحال إلا متأخر إذا تأخر لا بأس تقول جاء رجل راكب نعجة لا يغير تصيره تقول جاء راكبا رجلا راكبنا لا تسأل تقول إنه صفة الصفة كذا والكذا لا يتقدم فلما قدمت جاء الحال وما لنا أنا قديم ولم يبقى غالب من حاله إذا تأخر إذا تأخر صاحب الحال ساغ نجيه لك لميت موحشا طردوا يروح كأنه قلل لميت موحشا طردوا موحش الحال من طرد ثم نجي الحال من النكرة تقدم كما أن المبتدا يكون نكرة لا تقدر الخبر عند زيد من نرى لكن المطار قال صوت بأدنى مسروح يسير ولم يذكر غالبا من حاله الا متاخر واضح او يخصص كذلك المبتدا اذا خصص لم يكن نكره ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عبد مؤمن خير عبد نكره خصص بالنبي واضح كذلك هنا تقول جاء رجل كريم ماشيا رجل خصص بكريم ساغ نجي الحال من كنت ماشيا قال نجيت يا ربي نوح واستجبت له بقولك ما خير اليوم مشحونة مشحون حال من ذلك صور نجي الحال من المكان ما نعيده بما خير أي خصص يخصص إما ببناعك فيها يغرق كل أمر الحاكم أمرا أمر لك وما حال منه صور نجي الحال من المعتة وفي إحدى القرآن ولما جاء كتاب من عند الله مصدقا من عند الله يخصص الكتاب أو يكون التخصيص بالإبادة قال في أربعة أيام سواء أربعة نكرة خصوص في أيام مثل تمام من قول مالك وعمل ذي الدين المبتدا عندما أضيف خصوصا ساغ به الحال من ساغ الإقبال عنه وهو نكرة أو يزيد من بعد نكرة كذلك إذا كان صاحب الحال بعد نكرة حرج أو مضاهي وهو النهي والاستفهام قال لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوراء متخوذا لإحمام متخوذا حال من أحد صور مجيء الحال من النكرة أنها جاءت بعد نهي أو نفي نفي مدد ما حمى من موت حمى واقيا ما حمى من موت حمى واقيا واقيا حال من حمى صور مجيء الحال منه أنها جاءت بعد شبه لذين كذلك المبتدا قال ما خف الدرع والبدا يزيدكم فما خف الدرع كل أخوة وكذلك بعد الاستثمار يا صاحب هل حمى عيش باقيا هل حمى عيش باقيا باقيا حال من عيش سوغ مجال حال من النكرة تقدم شبه النبي أول الاستثمار على قوله ولم يرد غالبا لحالهم لم يتاخر او يخصص او يدن من بعد نبيهم وظاهرهم كلا يغرهم على امرهم مستسهلا مستسهلا حال من المرور سوغ مجيء الحال من النكرة النيو ماشي قال قوله غالبا احترز به مما جاء من غير غالب جاءت الحال من النكرة دون اي مسوغ تقول بعض المحدثين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه رجال قياما
عجل وسبنا ونسوتهم فلن يذهبوا جررا بقدر حبالي جررا حال من قدر المزول تقدم لهذا صاحب المزول قال تسليت الكرة عنكم بعد بينكم بذكراتكم لا كان لكم عندي تسليت الكرة عنكم كرة حال من المزول بعد تقدم لهذا صاحب المزول مع قريبا ويصبح حال ما بحرق الجرة قد أبوا ولا أمنعه روضة قد قال رحمه الله وصف حال ما بحرف الجر قد كتب ولا أنه فقد ورد ولا تجد حالا من المرافقة إلا إذا كتب المرافق عمى